اوكي، ننتقل للسرطان. نعم. مواليد برج السرطان ناس كتير مخلصين، قلب طيب كتير كتير، حساسين، وهي الحساسية بتولد له نوع من المزاجية. يعني ممكن يدخل مولود برج السرطان، خاصة الشباب الختايرة واللي تقدم فيهم العمر شوي، يتخلصوا من الحساسية. ممكن يدخلوا على مكان يسمعوا كلمة وهي الكلمة ما تكون موجهة لإلهم، يغادروا المكان بسبب امتعاضهم لهي الكلمة، يعني بيكونوا دراما داخلية إنه أنا هذا الشخص بيقصدني ولازم فل. ذاكرتهم البعيدة كتير قوية، بتذكروا أحداث حصلت معهم بالطفولة، ولو سألتيه امبارح شو صار معك ممكن ينسى، ذاكرته القريبة عدم. دائما مرتبط ومتعلق بأحد الأبوين، الأم أو الأب. غالبا أنثى السرطان بتتعلق بأبوها، ورجل السرطان بيتعلق بالأم غالبا إذا ما كان في خلافات أو معاكسات عند الأب والأم. ممكن تكون الأم جوزاء بيت ما تعبه، فبيكون الحالة عكسية. برج السرطان إذا انزعج ما بيظهر هذا الشيء، بالعكس بيسعى للانتقام سرا وبصمت. أحسن. السرطان شخصية انتقامية، بينتقم. خليني أوضح الفكرة ست نضال. يعني إذا حدا زعجه لمولود برج السرطان ما بيعبر عن انزعاجه، بيسعى للانتقام سرا وبصمت، يعني ما بيعمل رياكشن سريع. هون إذا كان عم يختلف مع أشخاص ما في معرفة سابقة أو بعيدة بينهم، خصوصا إذا كان عم يتعامل مع ناس جدد، بيسعى للانتقام سرا. نفس الوقت بيكون عم بيقول إنه هو بده يعمل ويساوي وينتقم. إذا بيجي الشخص نفسه اللي زعلان منه بيضحك بوجهه بينسى كل شيء. تخيلتي هاي الدراما اللي ممكن يعيشها برج السرطان؟ يعني بزول الحقد، إنسان مش حقود أبدا. في عنده تردد باتخاذ القرارات، دائما أنثى أو رجل دائما بحاجة لحدا يدعم له ثقتهم بنفسهم، إنه أنت ما في منك، أنت حلو، أنت جميل، أنت قوي، أنت شاطر، أنت ناجح، من هالكلام. ومنذ نعومة أظافرهم حتى منذ الطفولة دائما لازم يكون في تدعيم للثقة بالنفس، لحتى ما يكون عندهم عدم تقبل لذاتهم. الطفل إذا تعرض لتنكيل وتنمر، وهي معلومة كتير خطيرة ومهمة، ممكن يصير عنده ميل للانتحار. إذا تعرض لتنكيل كتير قوي بصير عنده هاي الميل، بس التردد باتخاذ القرارات بيمنع حدوث هذا الشيء. فحتى نحن ما ننام بين القبور ونشوف منامات وحشة، بننصح الأهل هون حتى ما تكون كل الحكي للكبار، بدك تعامله برفق هذا الشخص، ما بدك تجبره على أشياء ما بده يلتزم فيها. ما عم بحكي يعني بس فلك، عم بحكي مقولة كونية: لا تقصروا أولادكم على أفعالكم لأنهم ولدوا لزمان غير زمانكم. فحاول انزل لعنده شوي. بالنسبة للأنثى السرطان، هي أكثر حدا ممكن يلتزم عاطفياً، دائما بتحب تتزوج حدا محط أنظار المجتمع، عنده شخصية اجتماعية مرموقة. هي حدا بس بدها تحيطيها أو يحيط الرجل بالحب والأمان والحنان، يعني مبادئ بسيطة، أمور بالاستقرار العاطفي. أي امرأة بتطلبها مولود برج السرطان، ما عندها مطالب تعجيزية. وأهم شيء يوافقوا الأهل على زواجها، إذا أهلها ما وافقوا على زواجها مستحيل انه ترتبط، لانه اهلها بتقدسهم. اغلب حديثها عن اهلي واخوي شو عمل وبي شو ساوى وهكذا، فهي مستحيل انه تترك اهلها وتفل. مع العلم انه في مساوئ عندها، كونه حكينا شوي بالايجابيات انه مخلصه ورومانسيه وبتحب الامان وبتخلص لزوجها شيك وبتقطع من أنيقة جدا ونظيفة وشيك كثير ببيتها، ومنلاقيها أنه بتحضر السفرة أحلى من أي ست تاني، أو بنلاقيها إذا حضرت بمجتمع بتعرف بالإتيكيت وبتعرف البروتوكول، مش بس بالإتيكيت، بالبروتوكول، فعلى طول جاهزة. وحتى لو ما معها قرش بتعرف تلبس ثياب، بيكونوا كتير فقراء بس كتير مرتبة، ودايما عندها عطرة الخاص. بتوافق على هذا الشيء؟ بالضبط. هن من أجمل النساء ست نضال مولودات برج السرطان. الزاوية اللي بدي نبه عنها هي التشاؤم والنق والتذمر، عندها شوي زيادة. هلا بيطلع راجل بيقول لك ما كل النسوان بتنق، لا خلينا ما نعمم.
الفكرة انه هي التشاؤم، بتتوقع الشيء السيء وتخشاه، وبتنق شوي على زوجها، اهدأي شوي، خليكي شوي متفائلي يعني، بس تفائلي لحتى زوجك يضل جنبك، لحتى ما يروح ينبش على غيرك كامرأة. الرجل مخلص بس مش طول الأحيان يعني بالعاطفة، مش طول الوقت يعني، مخلص كتير إذا ما كان عنده وعي، إذا ما كان عنده وعي لأنه هو بده يلتزم، بخبص كتير بحياته العاطفية خاصة بعد الزواج. بالضبط. على الجانب المهني، الرجل السرطان دائما بحاجة لشخص يكون واقف حده يمثل دوره، يعني هو ما بيقدر يستقل مهنيا إذا ما إجا شخص جسدتي له شخصية مهنية أمامه مباشرة، يقدر يجسد صورته المستقبلية فيها. إذا انحضر هاي الشخص بيبدأ مولود برج السرطان. مع العلم بدي نوه هون مهنيا، مواليد الأبراج في أساسية ومتقلبي وثابتي، في الأساسية هون اللي بيبدأوا بداية كل فصل، يعني مواليد برج السرطان اللي بيولدوا ببداية شهر 6 هن بيبدأوا بالشيء وبينهوه، بيكونوا بالطليعة بالمقدمة، بينفوا هاي الحكي اللي عم بحكيه، بس عم بحكي اللي ولدانين بالسابع عندهم هاي الطاقة، إذا بدهم يكونوا أكثر يشتغلوا عليه، خصوصا الأهالي اللي عم يسمعونا إذا الله رزقهم بحدا سرطان منذ نعومة أظافره، ليتخلصوا من الجزئيات اللي كنا عم نحكي فيها. اوكي، يعني قلت السرطان منه اللي مولود بالشهر السابع بيوليو بتموز، منه ليدر، منه قائد، بده موديل، يعني بده، ما فهمت هذه، وضحها اكثر. يعني مثلا اللي بيولد من 22 ستي ل 31 هذا قائد، مثلا في لاعب كرة، أنا ما بتابع كرة على طول، بس هذا ما في حدا إلا ما بيعرفه، ليونيل ميسي، هذا ولدان بالسادس، هذا برج السرطان، هذا مبدع، بس بنفس الوقت كمان احتاج لقصص على ما بعرف. أنا بعتوا لي تواريخ، توقعت كأس العالم اللي قبل هذا، بعتوا لي مرة تاريخه ودرسته وفتت شوي على قصته، كمان مر بمصاعب، بس في يعني اكثر شيء بينجح بالعلاقات العامه، اداره الفنادق والمطاعم بينجح فيها، المنشات السياحيه، لسبب بسيط انه هو بيسهر على راحه زبائنه وعلى راحه الناس. انتبهي، رجل السرطان او انثى السرطان دائما اذا بتيجي لعنده على البيت بهمه انت ترتاحي، مش هو، صح صح بهمه صح ابنه يرتاح، بهمه عنده هي الطاقه، فهو بينجح بهي المهن، بس انت سميه قياده شيء بيفشل، فنحن ما عم ننزل من قيمته. كمان في هون في شيء له علاقه وله خصه بالأعمال والمهن المناسبة، الأعمال والمهن المناسبة دائما هو بده يكون عم يتحرك ضمن دائرة تأثيره، فالقيادة نوعا ما نوعا ما مش لإله. خلي عينك على الجرس.